احيانا تلاقي عندك في مصادر الزيارات اللي هي المشاهدات على الفيديو، تلاقي ان انت جاي لك مشاهدات من عمل اعلان ممول، وانت اصلا ما عملتش اعلان ممول على الفيديوهات بتاعتك. طيب ازاي ان انا يجي لي مشاهدات من اعلان ممول وانا اصلا ما عملتش اعلان ممول للفيديو؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير وسعادة دايما. اهلا بكل متابعين قناة العلم والتكنولوجيا على اليوتيوب. جالي السؤال ده اكتر من مرة في تعليقات القناة، وهو ان الناس بتقول بيجي لها زيارات او مشاهدات من مصدر اللي هو اعلان ممول. طيب وهم اصلا مش بيعملوا اعلان ممول، ازاي الكلام ده؟ يعني انا مثلا لو دخلت على فيديو معين عندي، الاقي كده في مصادر الزيارات تحت هنا اللي هو في الترافيك هنا، تمام، في اللي هو في الترافيك سورس او مصادر الزيارات، الاقي ان انا عندي هنا اعلان بيقول لك يوتيوب ادفرتايزنج، اللي هو اعلانات اليوتيوب، اعلانات مموله، وانا اصلا ما عملت اصلا اعلان ممول للفيديو ده. طب ازاي ان انا يجي لي مشاهدات من اعلانات وانا ما عملتش اعلانات اصلا؟ والكلام ده ناس كثيره بتسال فيه، هوضحه. الموضوع ببساطه ان انا مثلا، انا كالعلم والتكنولوجيا عندي فيديو معين هنا عامل له اعلان ممول مثلا. انا على فكره ما بعمل اعلانات بالمناسبه، بس انا بقول لك مثلا انا عامل الفيديو ده اعلان، يعني يظهر كاعلان، تمام كده، دفعت فلوس وعملت اعلان ممول، وحد معين او ناس دخلوا يشاهدوا فتحوا الاعلان ده، فالاعلان طبعا بتاعي ظهر قدامهم كفيديو هوت وبيشاهدوه، تمام. وهما بيشاهدوا هذا الفيديو عملوا ايه؟ قلبوا كده لقوا ان في فيديوهات مقترحه جنب الفيديو، يبقى هما دلوقتي بيشاهدوا الفيديو بتاعي، وبعدين لما بيقلبوا كده جنب الفيديو لقوا ان في فيديوهات مقترحه. مثلا الفيديو بتاعك ظهر بالشكل ده كده كمقترح جنب الاعلان بتاعي، انت اللي بتشاهدني دلوقتي الفيديو بتاعك ظهر هنا. لما الناس تفتح الفيديو ده او تنتقل الفيديو ده وتشاهده من المقترحات اللي ظهرت جنب الاعلان بتاعي، تحسب ليك انها جايه من الاعلانات المموله. علشان كده يظهر عندك عند بعض الفيديوهات يقول لك انها من الاعلانات المموله، من اليوتيوب ادفرتايزنج او اعلانات اليوتيوب. لو عندك بالعربي كده الاحصاءات بتاعت الفيديو هتلاقي مكتوب عندك كده اعلانات اليوتيوب. يعني هل دي حاجه كويسه ولا حاجه مش كويسه؟ هل تؤثر بالسلب ولا بالايجاب على الفيديو بتاعي؟ مفيش اي مشكله خالص، دي حاجه كويسه جدا ان انت حد معين او ناس عاملين دافعين فلوس علشان خاطر يظهروا فيديوهاتهم بالفلوس كاعلان ممول، وانت سيادتك الفيديو بتاعك بيظهر مجاني جنبهم، فالناس بتنتقل. طبعا ده هيكون او الناس تبدا انها تنتقل للفيديو بتاعك من خلال العنوان والصوره المصغره، فانت لو عامل صوره مصغره قويه وعنوان قوي فالناس هتبدا انها تفتح الفيديو. لو شد الناس، يعني الناس كده انجذبت للفيديو بتاعك، هتبدا انها تنتقل للفيديو بتاعك وتبدا انها تشاهده. فانت حاول تهتم بالصوره المصغره وعنوان الفيديو، وحاجه كويسه جدا ان انت تقترح مع فيديوهات لناس تانية، ودي حاجه كويسه جدا واستهداف كويس جدا جدا. وبالتالي انت بيجي لك مشاهدات مجانيه والناس عامله ودفع فلوس عشان تظهر فيديوهاتها. على فكره انا مش بعمل اعلانات، وعندي الفيديوهات اللي عندي مشاهدتها كلها ايا كانت، مشاهدات كتيره او قليله، ديت مشاهدات طبيعيه جدا من البحث ومن المقترحات ومن المشتركين في قناتي. ولكن طبعا عمل اعلانات هو حاجه ليست مخالفه، ولكن بس انا بوضح لك هذه النقطه. تحياتي ليكم، فيديوهات كتيره موجوده في وصف الفيديو في التعليق المثبت تفيدك كمنشئ محتوى. يا ريت ان انت تدخل عندك على احصاءات الفيديوهات اللي عندك واحصاءات قناتك، وشوف كده مصادر الزيارات اللي على فيديوهاتك وعلى قناتك، هل عندك فعلا مشاهدات جايه من الاعلانات ولا لا؟ وعرفني في تعليقات هذا الفيديو. في امان الله، مع السلامه.